كاب بوتسوانا. اغلب لاعبي منتخب بوتسوانا كمعلومه ولو انها طريفه يلعبون للمدار ولتكوين منتخب وطني قادر على الدفاع. لكل حادث حديث، امانه كبيره مع قول عبد الله الادريسي لقياده هذا المنتخب الواعد لنهائيات كاس العالم، ومن تم التفكير في الدور النصف النهائي في تاريخ كره القدم الوطنيه. رامات لابينغ والمنتخب الافريقي عربي وصول لمرمى بوتسوانا في الدقائق الاولى، مازال الامكانيه هذه كره مرفوعه في القائمه الثانيه لمنتخب بوتسوانا. لاعب نادي للتواضع للاضواء النجوميه عبد الشاب كورتو لعمر العجون، تغطيه من جديد من طرني مفعم بالتجربه بعدما تجاوز مراجع كلي للاعبي منتخب بوتسوانا. لا يلعب بالنار اليوم، يعلم جيدا انه يواجه منتخب قادر على عدد من لاعبي. محمد المعزاتي لاعب بروسيا دورتموند، حكم يتدخل للاعلان. تاب اوري بوني تومي سانغ اذا سيسول ويجول في القاره الاوروبيه. يونس بودادي، محمد المعزاتي مهم ومهم جدا لكاس العالم والمهدي مفضل. وكان عندنا الوطنية المغربي والمباراة متواصلة في ترجمة عدد من الفرص. كرة من المعزتي، لعبوا على راحتكم، كرة مشيت من يونس بودادي. ممتاز جدا في البطولة البلجيكية رفقة نادي اوندلاخ. الصحفيين من الصحافة المكتوبة، وصل كرته من جديد يونس بودادي. يونس بودادي منتخب ماشي في افضل احواله على المستوى الدفاعي منتخب تونس. يونس بودادي انسان، هناك لاعبين يلعبوا في المباراة الاولى يؤكد حضوره في مباراة اليوم. بودادي، حمزة الساخي، حمزة الساخي يبحث عن التجاوز من الطرف الايمن. من جديد الكرة البودادي، من الاعداد اللي شفناه في المباراة لعمر العرجون. يونس بودادي، يونس بودادي والساخي يونس بودادي. اكيد انه افراح اولياء امورهم ستكون طيلة العمر للمونديال بان واجد ذلك. ما نتمنى هذه كرة اخرى. يلا فرصة 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 فرصة. المرمى الرسمي، رضا احمد التكناوتي ابن الحارس يتداولون الكرة بشكل ممتاز جدا. يونس بودادي، بودادي يونس، مشروع مدافع ايمن من الطراز الاول. وصل من جديد للدفاع المغربي الكرة في تماس من يونس بودادي. سفي ينشط باكاديمية محمد السادس، اما الغياب الاكثر تاثيرا فيبقى للهدف. لازال الهدف الذهبي لكاس افريقيا، افريقيا التي تجاوزت منتخب غانا بسداسيه. 9 لاعبين من المنتخبات المشاركه، 3 منهم يمثلون منتخب نيجيريا. نبيل وصل كورتو ليونس بودادي، يونس بودادي من المتابرة والاجتهاد على المستوى الهجومي. كره من جديد العناصر الوطنيه، كره مازال ما خرجتش مازال، لكن الحكم الجنوب افريقي يرفع رايه معلنا عن تماس المنتخب البوتسواني. نقصهم شويه بعض الاوتوماتيزمات يذكرون بالهدف السابق للمنتخب الوطني المغربي. رامات لابينغ تاتايوني، كره صعبه 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 صعبه. وهذا اللاعب الممتاز والحارس بورميلا، حارس مرمى نادي انتر ميلان بالبطوله الايطاليه، متوازي لمجموعه من اللاعبين صغار فنيه كبيره وكبيره جدا يتابعون اليوم لكي يرصدوا مجموعة من الطيور التي قد تفيد عدد كبير من الأندية الأوروبية بالمركب الرياضي محمد الخامس وحتى بالملعب الكبير بمدينة مرمى. من امتياز اللاعب وتدخل يونس بودادي، يونس بودادي مشات كرة من جديد، كرة بوتسوانية، دفاع بدني كبير ليونس بودادي. يونس بودادي، يونس بودادي يتعرض للخطأ. رقم الدادي مشات كرة مغربية، كرة مغربية ممتازة جدا، قادر على بلوغ دور النصف النهائي هو ممثل البلد المنظم. قد ونوجه خدمة لمشروع كروي نتمنى ان يصنع البطولات ليس لي. يفتح اللاعب للطرف الايمن عند يونس بودادي، يونس بودادي كرة عرضية، كرة الجريمنة. الثاني من الوقت المضاف، التفوق لحدود الساعة، مغربي بثلاثين والكوت ديفوار والكونغو. اما الصدارة فتبدو محسومة لمنتخب نيجيريا للبيبي ستارز. كرة للمنتخب الوطني يونس بودادي، مبعدة ضربة ساوي للمنتخب الوطني. الدقيقة الأخيرة، بودادي يقدم مباراة كبيرة اليوم. البلاطو التحليلي